ما الفرق بين الحديث المرفوع والموقوف وهل يصح العمل بهما؟ المرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمرسل ما نسبه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سقط منه الصحابي وهو ما نسبه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بينه وبين الرسول صحابي لم يذكر، هذا هو المرسل.